ومن سخا توجهت العائلة المقدسة إلى صحراء وادي النطرون. ومن العجيب أن تذهب العائلة المقدسة إلى الصحراء، ولكن التاريخ يذكر لنا أنه كانت هناك جماعة من اليهود في منطقة نتريا بوادي النطرون، وكان يوجد معبد يهودي في تلك المنطقة في القرن الأول في العصر الروماني، لذلك توجهت العائلة المقدسة إلى هناك. وفي القرن الرابع الميلادي ذكر القديس يوحنا ذهبي الفم أن العائلة المقدسة ذهبت إلى صحراء نتريا. وفي القرن السابع الميلادي سجل لنا أنبا زخرياس أسقف سخا أن الطفل يسوع تطلع إلى تلك الصحراء وأومأ بعينيه إلى أربع جهاتها، ثم جعل وجهه إلى الشرق وقال للعذراء: يا أمي المباركة، هذا الجبل يكون عامرا وتكون فيه أديرة كثيرة مملوءة من النساك يعبدون ويسبحون كملائكة الله، ويكون ملجأ لكل من يأتي إليه، وبركتي فيه إلى الأبد. وبالفعل أصبحت صحراء وادي النطرون مليئة بالأديرة العامرة بعشرات ومئات الرهبان يسبحون ويصلون النهار مع الليل. فنجد هناك أربعة أديرة قد تأسست فيها الحياة الرهبانية منذ القرنين الرابع والخامس الميلاديين. فهناك دير السيدة العذراء السريان، ودير السيدة العذراء البراموس، ودير القديس مكاريوس الكبير، ودير القديس الأنبا بشوي. ومنها انبعث الفكر الرهباني النسكي إلى بقية العالم. وعندما جاءت العائلة المقدسة إلى منطقة وادي النطرون، وبالتحديد عند بحيرة نبع الحمراء التي تعد مياهها الأكثر ملوحة في العالم بعد البحر الميت، هناك أرادت أن تشرب بعد أن عطشت من مشقة السفر، فلم يجدوا مياها تصلح للشرب. وبفعل معجزي أنبع عين ماء عذب في وسط البحيرة لتسد احتياج تلك العائلة. وما زالت حتى الآن هذه العين موجودة وسط البحيرة صالحة للشرب وتشهد بهذه المعجزة.